سيحاولون ويدركون فرادى، ويقاتلون ويسلبون قيادة، وسيعرفون بأن عهدهم انقضى، رسم الزمان خطوطه وأعاد. لرصاصة خبأتها سراً، عسى تهب الجريح أبا الدموع مدادا، ولشارع القلق الذي عبروه لي، وأنا الذي اجتاز الدروب عنادا. الخبز جف ومن دعوت تأخروا، فاقرأ عليهم سفرك الإنشادا، جاءوك والخطوات تسبق بعضها طمعا بظل يكسر الأضداد. الآن تبصر، الآن تبصر من تحب لقاءهم، غرباء تاريخ أتوك رمادا. تتنفس الكلمات ورد صفاتهم، تتنفس الكلمات ورد صفاتهم، هذا الذي يشتاق أن ينقادا. سنعود أغنية تطهر نفسها بيد تصور صبحنا الوقادا، لزناد أفلاطون في ناموسنا لغة تحرك في الضمير جمادا، لغة تخضر روح كل حقيقة عميت وآن لضوئها يتمادى. يا شمعة الأعياد، يا شمعة الأعياد، قداس الهوى ما زلت أنشده خطا ومرادا. والتين، والتين والزيتون، إنك سورة سطعت لينزفها النبي بلادا. ما زال من دهرين، ما زال من دهرين يصرخ، والمدى مثلي ينادي، واللقاء منادى. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. مرة أخرى نأخذكم إلى تونس الخضراء، بلد أبي القاسم الشابي والشعراء الذين نضجت أرواحهم فيها. ضيفة عبر سكايب من تونس الشقيقة معنا الشاعرة سمية اليعقوبي. أهلا وسهلا بك سمية، ضيفة على بيت القصيد. أهلا بك سمية اليعقوبي. حياك الله أستاذ مصطفى، مرحبا بكم وبكل السادة المشاهدين وبكل أحباء قناة الرافدين، وشكرا كبيرا على هذه الدعوة الكريمة. ونحن سعداء كذلك بتشريفك سمية. كنت قد بدأت الحلقة شعرا، ولك أن تبدأي قبل أي أسئلة، لك أن تبدأي شعرا كذلك، فاقرأي ما تحبين. البداية، ماذا ستقرأين علينا؟ سنبدأ بسيرة التفاح، وهذه القصيدة الأقرب إلى قلبي. إلى سيرة التفاح إذن، تفضلي. حذر وآدم في سؤالك مذنب، عن سيرة التفاح يسأل جنتك مني عليك، سقطت لورا ممتني، لبعثت مريم كي ترمم قبلتك. شربت جراح الملح صمت سنينها، فوشت حشود الدمع بيا سطوتك. حبل على عنق القصيد شددته، حبل على عنق القصيد شددته، تبت يداك وتب أضرم ريبتك. اقرأ على أذن الظنون أمانتي، واعدل فطين الشك أحرج هيبتك. الله. ماء خبز الصفح أشبع قارئي، ماء وخبز الصفح أشبع قارئي، جنات صبر كيف تشبع لهفتك. يا موت عبلة، يا موت عبلة في قصائد عنتر، يا يتم قيس إذ تأبط ليلتك. أشطب رؤاك، أشطب رؤاك من الوسائد والكرى، لم من ليالي الساهرين وعبرتك. حب الدلاء خطاك من بئر، أرى جبريل يوسف ما تلقف حيرتك. فليملأ الساعون صوب خرائبي خيبات عدن، هل ملأت هزيمتك؟ لن يفلح الماضون فوق مآذني، لن يفلح الماضون فوق مآذني، فإمام عفوي لن يؤمن سجدتك. الله، فأنا
لبعضي قد دفنت خبيئة، كيما يراني من سينبش سيرتك، وأنا لكلي في صواع أختفي لعزيز قوم حين يطرد عودتك. أفوك شاعرتنا سمية، وحقا إن العربية بألف ألف خير، وكذلك القصيدة. هذا رأيي ورأي كثيرين، ماذا عن رأيك؟ كيف ترين الحالة الشعرية العربية اليوم في ظل الانفتاح الاجتماعي، وأن العالم أصبح قرية صغيرة وبإمكان الجميع أن ينفتح شعرا على الجميع؟ كيف ترى سمية القصيدة العربية اليوم؟ القصيدة العربية اليوم هي بمثابة رسول، يعني رسول كلمة ورسول فكرة ورسول تحديث وتجديد ورسول وعي. فالقصيدة العربية الآن رغم كثرة المواد المطروحة ورغم كثرة الشعراء، لكن هناك من ما زال يسير سيرا جيدا على بساط الشعر. فالقصيدة العربية ما زالت تلبس حلتها القديمة بأثواب متجددة وبتطريز متجدد رائع جدا. الموضوعات التي يتطرق إليها الشعراء باعتقادك سمية، خصوصا إذا تلاقى أكثر من شعر بموضوع واحد، باعتقادك الشخصي ما الذي يمكن أن يميز نصا عن نص إذا كتب مثلا مجموعة من الشعراء عن الأم، عن الوطن، عن الأرض، عن الغربة؟ ما الذي يجعل هذه القصائد غير مكررة وغير متشابهة أو غير متشابهة بحسب تجربتك الخاصة؟ بحسب تجربتي، الشيء الذي يفرق قصيدة عن أخرى هو الشاعرية تحديدا، ودرجة وعي الشاعر وجمعه بين الفنان المفكر أو الإنسان المفكر والإنسان الشاعر. الله جميل. هناك كثير من الأفكار تكون حاضرة ومستهلكة، لكن هناك شاعر يستعمل قصيدته كصانع للوعي، كصانع للفكرة، ويبثها بطريقة حين تسمع قصيدة تقول هذه للشاعر فلان. نعم. يعني لديه أسلوب وبصمة تستطيع تمييزها من بين الآلاف. نعم. إذا أردنا الآن سيدة سمية، وأنت شاعرة تونسية صاحبة تجارب عدة، و قد انطلقت ممثلة بلدك الكبير تونس في أكثر من محفل دولي، إذا أردنا أن نتحدث الآن عن تجربة الانفتاح على شعراء آخرين، وكيف يمكن لهذه التجربة أن تصقل الشعر وتضيف إليه، تفضلي. هذه التجربة، تجربة الانفتاح على شعراء آخرين والخروج بالقصيدة من حدود الوطن، شيء مهم جدا بالنسبة للشاعر في صقل تجربة الشعرية، في الانفتاح عن تجارب شعرية أخرى، في التوسع الفكري، في تدويل قضايا مجتمعه الأدبية والسياسية والاجتماعية، والانفتاح على مجتمعات أخرى. فالمشاركات خاصة عبر تجربة الخاصة في مهرجانات خارجية تقدم الشيء الكثير يعني للشاعر، وتثقل تجربته وتجعل منه مثل رسولا عن وطنه، رسول بلده. نعم. إلى الآخر. نعم صدق. يقدم للآخر صورة بانورامية عن بلده بلغة الشعر، وكذلك يعود إلى بلده بالكثير من الذخائر العلمية الحية والتراثية. نعم. الآن دعينا نذهب إلى شعر سمية من جديد وإلى قصيدة جديدة. ما القصيدة التي ستختارينها وقصة عنوانها قبل أن تأخذين إلى جوهر النص؟ سنكون مع قصيدة مهلا قفي، وهي قصيدة تتحدث فيها سمية الطفلة مع سمية الشاعرة، أو العكس، سمية الشاعرة مع سمية الطفلة، وهي قصائد من من المحببات أيضا إلى قلبي. كل قصائد إليهما معا إذن قلبي. إليهما معا إن شاء الله. تفضلي. إن شاء الله. مهلا قفي، مهلا قفي حتى ألملم ما جرى، كجات طفل براءتي مستفسرة. مهلا قفي حتى أجفف راحتي في الماء، مهلا قفي حتى أجفف فراحتي، فالغيث أغراضي نحلني حاصره، ما زلت أشرب ما ارتويت برشفة، فالماء يلعب عند حلق الغرغرة، الله. وحقيبتي بعد الدروس حمامة،
وحقيبتي بعد الدروس حمامة تأتي بتوت الحب تطعم قبرة. ما زلت أمسك ثوب أمي حينا، ما زلت أنظر خيفة كي أعبر. ما زلت أمسك، ما زلت أمسك ثوب أمي حينا، ما زلت أنظر خيفة كي أعبر. الله الله. وبمعصمي صورت ساعات وكم من وقتها ردناي حاكت محبرا. أوقدت شمسا باتجاه الأين لي وركلت نحو دوارها تبقى الكرة. مهلا فمشطي في جدائل دمية، مهلا فمشطي في جدائل دمية، سيمشط الضحكات زيتي أخبره. ما زلت أجمع للجياع عقيقتي قضمات حلوى علكتي كم سكرة. قيل استويت فلملمي خطوات تلك الخطى، قيل استويت فلملمي تلك الخطى. من أين أسرق مشية مستغفرة من أعلنت عني انتهاء براءتي. هذا الحبور بوجنتي من صعره، فعلا كبرت، فعلا كبرت ودميتي بحجابها جاءت تخمر رحلتي في مجمرة. فعلا كبرت وعلكتي بحقيبتي بمرارة الأيام أضحت تذكرة. حتى صديقي كم لعبت بكفه واليوم يمضي حرص كفي أنكره. وثياب أمي استكبرت عن قبضتي وكبرت قصرا في مرايا مجبرة. ورأيت شيبا في السواد ملوحا كنوارس طرحت بأرض مقفرة. ورأيت غصني ينحني كخرافة، ورأيت غصني ينحني كخرافة تروى لطفل ذاهل كي تبهره. أغمضت عين العمر مرودها افترى وفتحت عين طفولة مستبشرة. وسألت مرآتي ومشطي والدمى من قال شاخ الطفلة كي أكسره. من قال شاخ الطفل في كي أكسره. جميل هذا النص أستاذة سمية، ومتميز وفيه مراوحة ما بين الماضي أو مزج ما بين الماضي والحاضر، ولربما أيضا يقدم رؤية للمستقبل من وجهة نظر فتاة عاشت حياة يعني فيها الكثير من الصعوبات تتراوح حينا ما بين الحب الأم وما بين الحياة التي تقدم لها الكثير من المواقف التي تبقى حاضرة في ذاكرة هذا النص وفي وجدان القائلة أيضا. الآن سنذهب إلى فيلسوف الشعراء من مصر إلى أمل دنقل، سنستمع أنا وأنت والسادة المشاهدون إلى إحدى قصائده الرائعات وهي لا تصالح، بعدها نواصل يا سمية، ما رأيك بذلك؟ إن شاء الله في انتظاركم. إذن مشاهدينا الكرام نخرج الآن إلى هذه القصيدة نتابعها والشاعر أمل دنقل، ومن ثم لنا عودة وضيفة هذا العدد من بيت القصيدة الشاعرة سمية اليعقوبي من تونس. لا تذهبوا بعيدا. لا تصالح ولو قلدوك الذهب، أترى حين أفقر عينيك ثم أثبت جوهرتين مكانهما؟ هل ترى؟ هي أشياء لا تشترى، ذكريات الطفولة بين أخيك وبينك، حسكما فجأة بالرجولة، هذا الحياء الذي يكبت الشوق حين تعانقه، الصمت مبتسمين لتأنيب أمكما وكأنكما ما تزالان طفلين، تلك الطمأنينة الأبدية بينكما، أن سيفان سيفك، صوتان صوتك، أنك إن مت للبيت رب وللطفل أب. هل يصير دمي بين عينيك ماء؟ أتنسى ردائي الملطخة تلبس فوق دمائي ثيابا مطرزة بالقصر؟ إنها الحرب قد تثقل القلب، لكن خلفك عار العرب، لا تصالح ولا تتوخى الهرب. لا تصالح على الدم حتى بدم، لا تصالح ولو قيل رأس برأس، أكل الرؤوس سواء؟ أقلب الغريب كقلب أخيك؟ أعيناه عين أخيك؟ وهل تتساوى يد سيفها كان لك ليد سيفها أثكلك؟ سيقولون جئناك كي تحقن الدم،
جئناك كن يا أمير الحكم، سيقولون ها نحن أبناء عم، قل لهم إنهم لم يراعوا العمومة في من هلك وغرس السيف في جبهة الصحراء إلى أن يجيب العدم، إنني كنت لك فارسا وأخا وأبا وملك. لا تصالح ولو توجوك بتاج الإمارة، كيف تخطو على جثة ابن أبيك؟ وكيف تصير المليك على أوجه البهجة المستعارة؟ كيف تنظر في يد من صافحوك فلا تبصر الدم في كل كف؟ إن سهما أتاني من الخلف سوف يجيئك من ألف خلف، فالدم الآن صار وساما وشارة. لا تصالح ولو توجوك بتاج الإمارة، إن عرشك سيف وسيفك زيف، إذا لم تزل بذؤابته لحظات الشرف واستطبت حياة الترف. لا تصالح ولو قال من مال عند الصدام ما بنا طاقة لامتشاك الحسام، عندما يملأ الحق قلبك تندلع النار إن تتنفس ولسان الخيانة يخرس. لا تصالح ولو قيل ما قيل من كلمات السلام، كيف تستنشق رئتان النسيم المدنس؟ كيف تنظر في عيني امرأة أنت تعرف أنك لا تستطيع حمايتها في الظلام؟ كيف ترجو غدا لصغير ينام وهو يكبر بين يديك بقلب منكس؟ لا تصالح ولا تقتسم مع من قتلوك الطعام، واروي قلبك بالدم، واروي التراب المقدس، واروي أسلافك الراقدين إلى أن تجيب العظام. لا تصالح ولو ناشدتك القبيلة باسم حزن الجليلة أن تسوق الدهاء وتبدي لمن قصدوك القبول، سيقولون ها أنت تطلب ثأرا يطول، فخذ الآن ما تستطيع قليلا من الحق في هذه السنوات القليلة، إنه ليس ثأرك وحدك لكنه ثأر جيل فجيل، وغدا سوف يولد من يلبس الدرع كاملة، يوقد النار شاملة، يطلب الثأر، يستولد الحق من أضلع المستحيل. لا تصالح ولو خيل إن التصالح حيلة، إنه الثأر تبهت شعلته في الضلوع إذا ما توالت عليها القصور، ثم تبقى يد العاري مرسومة بأصابعها الخمس فوق الجباه البليلة. لا تصالح، لا تصالح. نجدد الترحاب بكم سادة المشاهدين الكرام ولمن التحق بنا في هذه اللحظات، ضيفتنا من تونس عبر سكايب الشاعرة سمية اليعقوبي. أهلا بك مجددا سمية. أهلا بك ومرحبا بكم مجددا. قبل أن نذهب إلى الشعر من جديد سمية، دعينا نتحدث بموضوع يعني كثر القيل والقال فيه بالآونة الأخيرة، يعني ظهرت ظاهرة لمجموعة ممن يكتبون الشعر ويزعمون أو يقولون إنهم لم يقرأوا لأي من الشعراء بتاريخ حياتهم، كما لو أن هذا الشعر وهذه اللغة وهذه المفردات تنزلت عليهم وحياً من السماء. هذا رأي كثيرين، ماذا عن رأيك أنت في مثل هذه الظاهرة أو المسألة؟ والله أمر يستدعي الاستغراب، يعني كيف لشاعر أن يبني قلعته الشعرية دون أساس؟ يعني لولا القصائد القديمة التي قرأناها، ولولا موروثنا الشعري العظيم، ولولا قصائد أمهات القصائد يعني الكبيرة العربية، لما حتى تحركت فينا روح الشعرية. يعني كيف هكذا ولد شاعرا؟ يعني الأمر يستحق أذن تعشق الشعر، ويستحق روح شاعرة، ويستحق قراءة وتعمق وتشرب من قصائد الغزل وقصائد الرثاء وقصائد الحماسة، المدح، الحماسة. نعم، فكيف لشاعر أن تتحرك بداخله صورة شعرية ما دون أن تكون لديه خلفية مسبقة يعني عن طريقة على الأقل بناء الصور الشعرية؟ أحسنت، إجابة شافية وافية. نعم نعم، أحسنت يا سمية في هذه الإجابة. دعينا وقبل أن نذهب إلى قصيدة جديدة من روائعك سمية اليعقوبي شاعرتنا التونسية، نتحدث وقد جئت على ذكر الموروث في إجابتك الأخيرة، ونتحدث عن فكرة أثر الشعر ودوره، أو أثر الشعر ودوره في حفظ
التراث، تفضلي. بالطبع للشعر الأثر البالغ في حب التراث الإنساني عموما. نعم. منذ البدايات مثلا حتى قبل ولادة الشعر، إلياذة هوميروس هي التي أرخت لي حقبة إنسانية وموروث ثقافي ومجتمعي وديني وفني لتلك الحقبة لم نتعرض إليها في كتب التاريخ مسبقا. إلى أن جاءت مثلا في الشعر العربي أو المرجعات العربية مثل السيرة الهلالية وقصائد أبو زيد الهلالي. فهذه الأشياء حفظناها من وهذا الموروث الشعبي الجميل تشربناه من هذه المرجعات وهذه القصائد الجميلة. كذلك مسرحيات مثلا مسرحيات جلجامش والتي أتت على ذكر حقبة تاريخية مهمة جدا. فحفظ الذاكرة الشعبية الثقافية لولا الشعر بالأساس يعني لما عرفنا تفاصيل مهمة جدا يمكن أن يغفل عنها التاريخ والمدونون. المدون أحيانا يقدم لك التاريخ أو الحدث كأحداث دون تفاصيل دون تفاصيل ملموسة من الحياة الواقعية وقتها. صحيح. لكن الشعر نقلها لنا بكامل جمالها حتى رسول الله عليه الصلاة والسلام تعرفنا إليه منذ الصغر عن طريق المدحيات، عن طريق البردة، عن طريق الاستماع في الموالد. صحيح. إلى سيرته النبوية وإلى فضائله الجميلة. فيعني الشعر له أثر كبير في حفظ التراث الإنساني منذ بدايته، وله الفضل الكبير في حفظ الذاكرة خاصة الشعبية العربية عموما يعني الشعر الكوني لو راقلنا التعبير يعني. الآن نريد منك بعد إكمال إجابتك نريد نصا جديدا، لك أن تكملي وتختمي الإجابة بما تحبين، تفضلي. قلنا أن الشعر له الأثر البارز في حفظ الموروث. نعم. حتى بعض الأشياء التي نقلت لنا عن طريق مثلا الفترة الجاهلية نقلوا لنا الشعراء تفاصيل حياتهم وتفاصيل مجالسهم. نعم. وتفاصيل تبادلهم للشعر عن طريق القصائد. أيضا المجالس الأدبية في عصر الأمراء في الدولة العباسية والدولة الأموية في عهد هارون الرشيد وعبد الملك بن مروان. فكنا نرى ذلك الزخم الشعري والكشف عن الحقائق الحياة الثقافية والأدبية خصوصا والاجتماعية والسياسية من خلال قصائد الشعراء. أحسنتي جدا. عليكم ننتقل إلى قصيدة. أحسنتي جدا يا سمية. الآن خذي الجمهور العراقي الذي يحب القصيدة التونسية ويحب القصيدة العراقية والقصيدة العربية بشكل عام وإلى قصيدة تبقى ثابتة في الذاكرة الجمعية. ما هي هذه القصيدة؟ تفضلي. هي قصيدة طرق على أحلام العارفين ومن لا يستطيع الارتقاء إلى عالم العارفين إذا لم يدخل. وجع وأنت بداخل تقف والجرح يعدو والأنا نزف والصبر شاخ وما أنا وقارئي في رحل حبر حرفه تلف. العابرون العاشقون تستروا ظمئوا وجه الماء منكشف. ساروا بظل الشمس وانطفأوا به ركبوا سراب القيظ وانجرفوا. حمى وبوصلة الرحيل ترنحت وملامح الوجهات ترتجف. فتشت كف الغيب فتشت كف الريح هل لجأوا لها لا صوت عند الريح يعترف. صمتا لسان النار حدثني أرى جمراته تحكي فتختلف. أطعمت جوع العمر منهم ما اكتفوا حتى لملء الجوع لم يقفوا. دحرجت نرد الغيب كل ثقوب احتاروا وبعد تخمر هتفوا. لا ذئب لا قمصان خلف غيابهم لا ذئب لا قمصان خلف غيابهم ما خبأت رجفاتهم غرفوا. الله الله. ودع ومنديل الرمال ونفخة شقوا حجاب الغيب فاختلفوا. عين وكحل السر مروده مشى
فوق الجفون مكانهم يصفوا. فرشت خيل الكش أنصفني الكرى، لوحت خلف حجابهم وقفوا. في حضرة الأسماء لاح مسيرهم، حلوا عند السكرة كشفوا. رعدوا وسر الغوث أحجية السماء، رعدوا وسر الغوث والغوث أحجية السماء. هطلوا على دف الثرى عزفوا. لملمت بي كل الجهات لقبلة، صوب الهناك سبقتهم زحفوا. عند اكتمال العشق مسكنهم هنا، ضموا إلى الأنفاس وأتلفوا. ما بين بيني ألتقيهم خلسة، والصبر صدر والمنا كتف. ما بين بيني، ما بين بيني، أعيدي. ما بين بيني ألتقيهم خلسة، والصبر صدر والمنا كتف. من يائهم حتى ابتداء سطورهم، ما رام شعري دونهم ألف. ما رام شعري دونهم ألف. وهذا نص جميل رائع ماتع، نص من النصوص العالية جدا متميزة دائما سمية. بعد هذه الدفقة البارعة المبدعة من الجمال لابد أن نخرج إلى فاصل، ما رأيك؟ بكل سرور. مشاهدينا الكرام، إذن الآن نخرج إلى فاصل قصير، ومن ثم نواصل ما تبقى من حلقة هذا اليوم الذي يطيب بمتابعتكم وبحضور شاعرتنا من تونس سمية اليعقوبي. لا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا، ولمن التحق بنا في هذه اللحظات ضيفتنا عبر سكايب من تونس الشاعرة سمية اليعقوبي. مرحبا بك سمية مجددا، وجئت في درج الحلقة متحدثة عن الوعي. الشاعر عليه أن يتسم بالوعي، وعليه أن يكون ذا وعي عال حتى يصنع الوعي في نفوس العامة من الناس. لنتحدث الآن عن مهمة الشاعر من أجل تخليق وصناعة هذا الوعي لدى الجمهور بشكل عام. نعم، يجب أولا أن نتساءل عن ما هو الوعي الذي يستطيع الشاعر أن يصنعه. نعم. وهو ناقل لما يدور في كواليس مجتمعه. هنا القضية قضية، ليست قضية وعي، بل قضية ما ينتج، بل الوعي في حد ذاته هو ما ينتج عن تركيبات مكثفة من الحياة الثقافية والحياة الفكرية، وبالتالي تتدرج هذه الصفة إذا صح التعبير، الوعي، إلى بسط نفوذها على الحياة الأدبية. نعم. لكن الذي يعي فكريا سيعي أدبيا. فالشاعر يصنع الوعي وينثره بشرط أن يكون مفكر قبل أن يكون شاعرا. تطرقنا لهذا الأمر من قبل. فالشاعر بإمكانه أن يسمع فكرة ما ينظم عليها أبيات معينة وهذه هي يعني قصيدة. لا، الوعي يجب أن يكون الشاعر مساهم في صناعة الوعي. كيف ذلك؟ من خلال نشر مثلا قضايا مجتمع الاجتماعية السياسية الفكرية. فالشاعر إذا ما لم يكن معبأ فكريا، لا يستطيع توجيه أي شخص. عليه أن يؤسس، للفكر الذي يعني يضم مختلف الشرائح الإنسانية ويخدم الجميع في صعيد واحد. نعم، يجب أن يصنع الوعي لكي تكون قصائده موجهة ومعنية بتوجيه المجتمع. يعني لا يكون الإنسان فارغ فكريا ينظم قصيدة ويقول أنا أنشر الوعي. هنا لابد أن يمتلئ الشاعر، يجب أن يراوح بين الإنسان الفنان والإنسان المفكر الصانع للفكرة.
إذن الشاعر فيه من روح الفيلسوف جوهرها، أليس كذلك؟ طبعاً. هل على الشاعر أن يكون رجل رياضيات ورجل هندسة ورجل فيزياء، أم أن الفكرة تلخصها سمية بلزوم أن يتحلى الشاعر بلغة ما يحتاجه الناس من أمل، من فتح أبواب واسعة أمام المستقبل، من صناعة لفكرة الشمس والضوء؟ هل هذه هي الأفكار التي ينبغي أن يحملها أو أن يحملها؟ يعني أنا لم أقصد أن يكون رياضياً كي يكون مفكراً أو يكون فيلسوفاً كي يكون مفكراً، لكن مثلاً نأخذ مثال ظاهرة كورونا وما حل بالإنسانية جمعاء. أغلب الشعراء كتبوا عن كورونا، لكن هل هناك قصيدة ستؤرخ وستبقى عبر التاريخ تتحدث عن كورونا؟ وهل سيساهم الشاعر في بث الوعي من خلال قصيدة تتحدث عن كورونا إذا لم يتصل بالطبيب ويكون عنده المعلومة الطبية الكافية لتوجيه المجتمع للترفيه؟ يجب أن يكون أيضا الشاعر مثل عالم النفس وعالم لا يعمل على تدوير الواقع، لا يدور الواقع بقصيدته، وإنما عليه أن يبتدع أبوابا من خلالها يذهب الناس إلى الأمل الذي ينتظرونه. نعم صدق. فالوعي هنا أو حين قصدت بكلمة مفكر، يعني يجب أن يصنع فكرة ولا يدور في أفكار مستهلكة، فكرة تخدم العامة وتكون مقبولة لدى جمهور الناس. عليه أن لا يكون ضيقاً منحصراً على مجتمعه، وإنما أن يكون للإنسانية جمعاء. إلى نص إنساني جديد وقصيدة من قصائد الشاعرة سمية، ماذا ستقرأين علينا هذه المرة؟ سنقرأ قصيدة قلق المرايا. إلى قلق المرايا إذا. عبرت سنين عمره مطمئنة، كسرت شبابه بعصاك، أن رآك هرمت في قلق المرايا، فرمم ما تآكل فيك إن مراياه التي أنهكت دعكا، نسيت بعمقها المشروخ حزنا، تحاول رسم وجه منه أحلى، وعينك لا تصيب سواك غبنا، مشاك طريقه الموجوع ضوءا، مشيت وكنته ليلا فجنا، سيحرق صدرك المحتج ما لم يراك بحضنه المذعور، أمنا على فنجان سهدك حل هيلا، لتقرأ في مياه الليل بنا، ستفرغ كأسه وتفيض أخرى، ستوقف نزفه المفتوح ظنا، على حجر الكراسي ذكريات تحدث عنكما، من مر منا تبعثر في وجوه الناس أمسا، تكبر عنهم ممشاهم وظنا، ليقنع طفلك البكاء صارت جوارح ذلك المسكين أذنا، ضحكت خذلت ملح دموعه كم، صمت وصوته في سيكرنا، تقيم صلاته ويغيب عنها، سيؤجر رغم ذلك فاطمئن. تقيم صلاته ويغيب عنها سيؤجر رغم ذلك فاطمئن. جميل. روى الأمس الغد الآتي وصايا، صرت سطورها وخذلت معنى، أعره كتابك المملوء صمتا، أعارك لحنه في الحبر غنى، ستنبئك الحقيقة ذات عمر بأنك أكبر الأخطاء سنا. ستنبئك الحقيقة ذات عمر بأنك أكبر الأخطاء سنا. جميل. تداركك الصباح به تولى إضاءة شمسه مظلم حنا، برغم الجرح أقبل، قال طبب خلقنا واحدا في كن فكنا. خلقنا واحدا في كن فكنا، وهذا نص فيه من السحر ما فيه، وفيه من الفلسفة ما يجعلنا نقف أمام إنسانيتنا البسيطة، أمام إنسانيتنا
المشفاة من كل الشوائب، من كل ما يمكن أن يؤذي هذه الإنسانية. إنه نص على قلقه، إلا أنه يؤسس لمشهد حياة نقية. كيف يمكن لنا أن نؤثث النقاء ونؤسسه يا سمية في عمق الروح البشرية؟ من خلال فقط التعامل بإنسانية، أن نكون بشراً، أن يكون الإنسان من داخله إنساناً. فالشاعر مثلاً لو لم يكن إنساناً ويحمل بداخله روحاً شاعرة يبص من خلالها التفاؤل والأمل وحتى الحديث نيابة عن من يشعر بحزنه ويشعر بمعاناة البشرية، فهو بذلك رسول، رسول كلمة ورسول بشارة ورسول مواساة. فبث الإنسانية أمر تدعو إليه كل الكتب السماوية وكل الديانات وكل من يحمل روح الإنسانية بداخله النقية. إلى محور نقاش آخر الآن سمية، دعيني أخذك إلى موضوع مختلف. يعني هناك الكثير من الشعراء الذين يحاولون بنصوصهم تعزيز قيمة الحرية والتشبث بها والبحث عنها، إلى أن ننتزعها انتزاعا من بين شدق الأفاعي ومن يستكثرونها علينا. إذا أردنا أن نتحدث عن قيمة الحرية أيضا بالشعر، بحرية الأديب أن يكتب ما يشاء، لماذا نجد أحيانا هناك شيء من الصراع ما بين أصحاب الآداب أو الأنواع أو الألوان الأدبية المختلفة، الألوان، الأنواع، الأشكال، سميها ما شئتي، الأدبية المختلفة، لماذا نجد هناك صراعات إقصاء لا تكامل؟ هل هذا يمكن أن يعود، هذا الصراع المستمر، هل يمكن أن يعود بفائدة على المكتبة العربية مستقبلا، أم أنه مسألة يعني تبدد الوقت وتزيد الأحقاد فقط؟ ماذا نعم، هذا الموضوع مهم جدا. نعم، موضوع مهم جدا بخصوص ثبات القصيدة العربية. كيف ترينها؟ تفضلي. نعم، بالنسبة لتنوع الأشكال الأدبية أو الشعرية والصراعات القائمة عن مثلا هذه قصيدة نثر، هذه قصيدة عمودية، هذه قصيدة تفعيلة، كل شاعر يقصي الآخر وكل شاعر يحاول أن يفرض نمطه دون البحث عن الروح، روح الشاعرية داخل القصيدة، مهما كان نمط القصيدة ومهما كانت طريقة كتابتها ومهما كان لونها أو توجهها أو رسالتها، فإذا خلت من الشاعرية فقدت كل مميزاتها. فمثلا لقصائد النثر الآن وشعراء النثر الذين يرون أنهم مقطوعون من الساحة ويرون أنهم يتم إقصاؤهم أمام قصيدة الوزن أو العكس، نعم، كما يحدث الآن. فبالتالي يجب على الشعراء العرب تحديدا أن يبنوا هرما، أن يبنوا هرم من الإبداع بقصيدة العمود، قصيدة النثر، قصيدة التفعيلة، كل نوع من أنواع الإبداع. أحسنت. يجب أن يرسم صورة الشاعر الذي يلعب دور الإعلامي، والشاعر الذي يلعب دور المفكر، والشاعر الذي يلعب دور القدوة، والشاعر الذي يلعب دور المحرك للساحة السياسية والأدبية والثقافية في المجتمع. فهذه الصراعات إذا كانت مثل ما نقول بيزنطية، يعني إذا كانت صراعات ليست ذات قيمة فهي بالتأكيد سترجع بالقصيدة جدلية سفسطائية لا فائدة ولا نتيجة. نعم. ترجى منها في هذه الحالة تكون مجرد فوضى كلامية وصراعات تضاعف الأحقاد. أما إذا كان هدفها التكامل الإنساني فهي بهذه الحالة تثبت فكرة أن جمال الورد أن تلقى بألوان الشذا فرقا. سمية اليعقوبي، شاعرتنا الآن، نريد منك قصيدة جديدة، ماذا ستقرأين علينا الآن؟ سنقرأ قصيدة أخرى. أنا يعني تفضلي. أنت ماذا؟ طيب. أنا يعني قصيدة، هذه القصيدة جديدة وفيها نفس يمكن آخر لذات سمية الشاعر. تفضلي إلى القصيدة إذا. مروا على قلبي سدى إلاك، وتمر بي متسترا وأراك، مروا بلا معنى مررت حكاية
في الخافقين قرئت من أملاك عمدا يضيع النجم صدق جهاته فتقول بوصلة الشمال خطاك وجنوب لوني قد تيمم سمرة من طهر طينك بسملات قراك وإذا أشرت إلى الأصيل شمسنا نزلت بحناء الغروب سماك ترسو فتلغي الشط رحلة موجه ربا صغار المد في مرساك ربا صغار الماء حذر طيشهم ما كل أرض طعمها كثراك غنى عليك الصبح كبر ليله الله من مثل الندى غناك سقيا وزغردة الرعود تناقلت حفل حمارك خصبها صلاك في حقل دفئك كان جمع أخلة يروون موتي قل لهم أحياك فأنا وإن ذاق القصيد ببحره أبحرت نحوك دفتي معناك علمت ألغاز اللغات بطيرها علقت بالقيس بباب رضاك كلمت فيك الكون نون مظلتي قلمي سيصدر في الحروف حراك كلمت فيك الكون نون كلمت فيك الكون نون مظلتي قلمي سيصدر في الحروف حراك ما شاء الله لفظ فوك نص ماتع رائع ذائع العاطفة وقوي الأثر والمعنى كيف يمكن لتجربة الشاعر أن تنال الخلود يا سمية وقيسيها على نفسك ما المطلوب من أجل تحقيق ذلك؟ أن يكون متفردا أن يكون القارئ حينما يسمع بيت يقول هذا لفلان هذه ميزة الشاعر الخالد يعني الآن نسمع أبيات للمتنبي رأسا قصيدة لا يقال لنا أنها للمتنبي لكن نعرف أسلوبه ونعرف طريقته في الكلام يعني الشاعر يستطيع أن يكون خالدا إذا أرخ وفكر ونشر وعيا وتجاهل صراعات شعرية لا طائل منها وكان مجددا متألقا في كل مرة أحسنت يا سمية أن يكون ذا بصمة خاصة خالصة له من دون الشعراء جميعا حتى إذا ما أشار الناس بعد قراءتهم نصا معينا يقولون هذا لفلان أحسنت إجابة الآن أريد منك رسالة مفاجئة طبعا رسالة نثرية سنأتي على النص الشعري الختامي رسالتك موجهة إلى كل مثقفي تونس من أجل تونس الوطن الذي تحبينه ماذا عساك قائلة لهم؟ رسالتي إلى خاصة شعراء تونس وأدباء تونس وكل مفكر تونسي أن يرفع راية تونس داخلها وخارجها بإنسانيته تألقه شاعريته بأن يكون سفيرا مخلصا لقضايا وطنه السياسية والاجتماعية والأدبية أن يؤرخ لإسمه يعني حين يكتب خاصة الشاعر حين يكتب يجب أن يكتب للتاريخ وليس للمنابر وليس للمهرجانات وليس للأشياء المؤقتة يجب أن يخلد في الذاكرة ولا ينسى غير ذلك فكل شيء الآن متاح يعني أحسنت يا سمية في سؤالي الأخير لك قبل أن نذهب إلى القصيدة الأخيرة لأن الوقت يدهمنا مع الأسف إلى السؤال الأخير كيف يمكن للشاعر أن يقدم تجربة تحتذى وأن تكون قصائده وتجربته بشكل عام تخبر عن شاعر شريف وطني نبيل منتمي إلى الإنسانية ما المطلوب حتى يقال عن تجربة شاعر معين؟ كان هكذا أن يتحدث بلسان واقعه أولا وأخيرا أن يتحدث بلسان الإنسانية أن يكون مخلصا لقصائده أن يكون مخلصا لقضيته الشعرية أولا ثم لقضيته المجتمعية والوطنية والكونية المتمثلة في الاستخلاف فعلى الشاعر أن يكون منبرا وأن يعلم أنه داخل الشاعر وخارج الشاعر إنساناً
يعني هو قدوة لجيل سيقرأ ويتعلم، هو قدوة ودليل على مدى تشربه من ثقافته ومن بيئته ومن تمثيله لمجتمعه خير تمثيل. أحسنت يا سمية، أحسنت. الآن سنذهب إلى سمية اليعقوب مجددا، ولكن هذه المرة إلى قصيدة الختام في نهاية هذا البرنامج. ما هي القصيدة التي ستختمين بها؟ عنوان القصيدة ومن ثم لك أن تقرأيها علينا. إلى القصيدة التي تريدينها مسكا للختام يا سمية، تفضلي. النازحون من الذبول. نعم. أوقد سؤالك يا فصمتك حالك، لؤم المجاز إلى الكلام ترامى، أهوى الحروف تسافرت لغموضه، مذ حرض المعنى عليك ولاما، أسرد جناحك في السماء غواية تملى ويرفض ريشك استسلام، مطر سيرسله السحاب سفيره لجحود طين جف منك تعامى، لقنت نهر العشق ماء مسيره لخطاك أهدى غصبتيه وهامة. جميل. وحجبت في حمر المياه تدفقا، للغارقين كشفت عنك حراما، خلف الذنوب فرشت منك وليمة وأشرت فيك إلى العفاف طعاما، أكل الحزين بياض قمحك ليله حمدا سيخبز في الصباح صياما، صبر من بن السؤال شربته أملاك لغزا للسهاد وناما، لحن بحنجرة الكروم مدامه حفلا على شفة الظماء أقاما، هبنا كفوفك كي نلم تبعثرا ليضم صدرك يا كثير يتاما، كفرت ثلاث سنوات آمن عامنا فحصدت فينا سنبلا وإماما، أقنع طريقك كم حصانا منهك، أقنع طريقك كم حصانا منهك ملقى على تعب التراب ركاما، مر عزوفك مرة عبراتنا، عدنا إليك من سوى عدنا إليك، مر عزوفك مرة عبراتنا، عدنا إلينا من سواك حطاما، كالنازحين من الذبول بدمعنا في ريف جفنك نستفيق حماما، سنتم قطفك تستريح ذنوبنا فوق خضرارك كي تتم وشاما. الله الله، لفظ أفوك سمية، قصيدة فيها من الوصايا، وصايا الشاعرة واقفة عند مسؤولياتها تقدمها إلى كل من حولها لا سيما إلى الشعراء. والآن نريد ذات الوصايا ولكن بلغة النثر والنصح، النصح الختامي من شاعرة كانت معنا على مدار حوالي 50 دقيقة. سمية، إلى أصحاب هذا الإبداع وهذا الفن وهذه الرسالة، رسالة الشعر، أمانة تحملينها لهم وأنت شاعرة منهم، ماذا عساك قائلة لهم بهيئة وصورة الأمانة؟ ماذا ستقولين لجمهور الشعر والشعراء؟ أقول أنهم رسل، رسل بيان، وإن من البيان لسحرة، ويجب على الشاعر أن يكون صادقا ممتلئا بروح الجمال، فإذا كان من الداخل مشوها فقصائده ستعكس ما بداخله بالتأكيد، فعليه أن ينثر الجمال وينثر السعادة وينثر التأقلم مع دمع غيره وقضاياه ومشاكله. الشاعر رسول كلمة، والرسل حملوا الأمانة كما يجب، فعليه أن يحملها كما حملها. وأنت رسولة كلمة، وشكرا جزيلا لك على تشريفك لنا في بيت القصيد سمية اليعقوبي. لقد مضى الوقت سريعا. نعم، مضى معكم الوقت سريعا، وسعيدة جدا بهذه المشاركة، وصراحة أسئلة موجهة جميلة جدا وممتعة وفيها من الوعي كثير. شكرا جزيلا لك شاعرتنا سمية اليعقوبي من تونس. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في حلقة هذا اليوم
من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيدة. الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا رفقة شاعر جديد، وحتى ذلك الموعد لكم مني أطيب التمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله. إلى اللقاء.